من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة تعالت أصوات العديد من الصحفيين للمطالبة بممارسة المهنة بحرية، حرية تكرس مفهوم الخدمة العمومية. الصحفيين رفعوا شعارات تتعلق بمهنتهم، يريدون أن يمارسوا مهامهم وهي نقل صوت الشعب بعيدا عن أي تضييق، بعيدا عن أي حرج يمارس عليهم من طرف أي جهة كانت. في قاعات التحرير حبينا الموضوعية والحيادية، أي مؤسسة إعلامية خاصة أو عمومية. نحن نطالب بهذه الأشياء. المهنيون في القطاع طالبوا أيضا بضرورة تغطية المسيرات السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح في إطار ضمان حق المواطن في الإعلام بكل موضوعية. حتى الدستور الجزائري يا عباد الله يضمن حق المواطن في إعلام وطني شامل بدون تعتيم. الخدمة العمومية هي مكسب من مكاسب الشعب الجزائري، ينبغي أن نحافظ عليها ونثمنها وندافع عنها. الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق يعرف فيه المشهد السمعي البصري تواجد حوالي 40 قناة تلفزيونية تنشط بصفة عشوائية حسب بيان السياسة العامة للحكومة، في وقت أبرزت فيه سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أنها تواجه صعوبات في أداء مهمتها لعدم تزويدها بالوسائل الضرورية. الوقفة السلمية لمهنيي القطاع تعبير على روح المسؤولية وتغليب الضمير المهني خدمة للصالح العام.